المعلق الكبير خليل البلوشي، MBC مصر كان عليها المعلق المصري الكبير مدحت شلبي، اون تايم سبورتس 2 كان عليها او زياد الدكروري. عايز اتكلم معاكم بس النهارده ببدايه المباراه وتشكيله مارسيل كولر اللي مستمر على التثبيت. مارسيل كولر بدأ في حراسة المرمى محمد الشناوي، لاعب بأربعة في قلبي الدفاع، محمد هاني باك يمين، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم قلبي دفاع، عطية الله باك شمال اللي صاحب أسيست هدف علي مع هدف رامي ربيعة عفوا النهاردة. كمان لعب باتنين ارتكاز أكرم توفيق ومروان عطية، لعب بثلاثي مقدمة تاو جناح يمين، ولعب بإمام عاشور صانع العاب وحسين الشحات جناح شمال ووسام ابو علي. هتكلم على كل حاجة في المباراة ولكن هبدأ بحسين الشحات. انا شايف حقيقي الحقيقة يعني حسين الشحات محتاج جناح قوي ينافس حسين الشحات، لان في وجود حسين الشحات لعب فردي بطريقة غريبة وعجيبة. يعني حسين الشحات لما يبقى 3-4-3 ويلعب الكرة بغرابة ويسدد بغرابة ولعب فردي بطريقة غبية، يبقى انت حسين الشحات بيلعب ويجيب لك الضغط بره. لكن ده طبعا ما يقللش من قيمة حسين الشحات، ان هو لاعب كبير كبير جدا، ولكن عنده اللعب الفردي. حسين الشحات عنده اللعب الفردي اكتر من الاداء الهجومي، ودي مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها حسين الشحات، فلازم يكون إيجابي وجماعي أكتر. كمان إمام عاشور الحقيقة من آخر 3 مباريات في الدوري وجاي، إمام عاشور مش هو إمام عاشور الحقيقة. إمام عاشور مستواه متراجع جدا جدا جدا، وفي وجود محمد نجد أفشة لو أخذ الفرصة على إمام عاشور، أنا أعتقد ان امام عاشور هيعاني داخل صفوف النادي الاهلي. ولكن اللي انا عايز اوصله لحضراتكم ان حسين الشحات وامام عاشور لعب فردي بطريقة غريبة، ما عادش فيه اداء هجومي او اداء جماعي منهم، ولازم السويسري مارسيل كولر يبقى فاهم كده ويبقى عارف كده، ولازم مارسيل كولر يتحرك ولازم يعمل حاجة. مارسيل كولر لازم يعمل حاجة، لان طبعا بالاداء ده وبالطريقة دي وباللعب الفردي ده هنعاني أمام نادي الزمالك الجمعة القادمة. فلازم يكون مارسيل كولر ليه تدخل، خصوصا من حسين الشحات وإمام عاشور، لأن هما يعني اللي في إيديهم يعلوا رتم المباراة ويهدوا رتم المباراة. إمام عاشور لو جماعي أكتر هيبقى مفيد أكتر للنادي الأهلي، حسين الشحات أيضا لو جماعي أكتر هيبقى مفيد للنادي الأهلي. نيجي نتكلم على بيرسي تاو. الحقيقة خط هجوم النادي الأهلي كله النهاردة غايب. الحقيقة يعني خط هجوم النادي الأهلي كله النهاردة بيعاني. ده طبعا بسبب التحفظ الكبير اللي كان بيلعب بيه غورماهيا، تحفظ كبير جدا غورماهيا بيلعب بيه، لأن أي فريق طبعا، ودي حاجة معروفة ومفروغ منها، أي فريق هيفتح خطوطه أمام النادي الأهلي هيعاني. أي فريق هيفتح خطوطه أمام النادي الأهلي هيعاني، ولازم حضراتكم تكونوا عارفين كده. النادي الأهلي نادي كبير، فريق عظيم، فريق جبار. النادي الأهلي فريق كبير وفريق عظيم وفريق جبار، لازم حضراتكم تكونوا عارفين كده، ولازم كل الناس تبقى عارفة إن النادي الأهلي فريق مش سهل. النادي الأهلي فريق مش سهل. فالنادي الأهلي النهاردة بيلعب مباراة أنا من وجهة نظري متوسطة المستوى. من وجهة نظري مباراة النادي الأهلي النهاردة مباراة متوسطة المستوى، فلازم حضراتكم تكونوا عارفين كده. نيجي لوسام أبو علي اللي غايب على التهديف بقاله مباراتين، ولكن بيحاول. وسام أبو علي ضيع يعني ضربة راس وهدف مؤكد في الشوط الثاني، وسام أبو علي ضيع هدف مؤكد محدش يقدر يقول عليه أكتر من كده، ولكن وسام أبو علي بيعاني الحقيقة، وده طبعا بسبب ان مفيش تواصل او مفيش يعني التلاتة اللي ورا وسام ابو علي، التلاتة بيلعبوا لعب فردي وليس لعب جماعي. فهنا لازم يكون في تدخل من مارسيل كولر علشان وسام ابو علي يستعيد
ذاكرة التهديف مرة أخرى، والنادي الأهلي داخل على مباراة يعني زي ما بيقولوا كده تكسير عظام، مباراة ملحمية. ما تنساش إن أنت واخد لقب دوري أبطال إفريقيا من نادي الزمالك، وده سوبر إفريقي، عشان تاخده المرة دي كمان من نادي الزمالك هتبقى صدمة لكل لعيبة نادي الزمالك طول الموسم. فالمباراة دي هتبقى مباراة تكسير عظام. نادي الزمالك لو كسب النادي الأهلي قسماً بالله ليقعدوا يحفلوا على النادي الأهلي بص سنين قدام، واحنا نادي القرن، واحنا في ظل الأداء المتراجع اللي نادي الزمالك فيه، ما ينفعش بكل الأحوال النادي الأهلي يخسر اللقب، لأن خسارة لقب في بداية الموسم يبقى الموسم الثاني على التوالي بتخسر سوبر إفريقي في افتتاحية الموسم. ديت أنا من وجهة نظري هتبقى صدمة كبيرة للنادي الأهلي. أكرم توفيق اللي أنا شايف أداؤه أيضا متراجع من بعد الجوازة التانية دي، وطبعا بنتمنى له كل السعادة. مش هو ده أكرم توفيق اللي ختم الموسم مع النادي الأهلي، ولكن احنا لسه في بداية الموسم، وطبعا اللعيبة كانت واخدة فترة أجازة كبيرة. مش هو ده أداء النادي الأهلي طبعا مع التحسن، مع استمرار المباريات، مع استمرار التدريبات، هيبدأ اللعيبة كلها تستعيد فورمتها من جديد، ويبدأ النادي الأهلي يستعيد فورمته من جديد. مروان عطية اللي أنا شايف الحقيقة وبدون مجاملات أداؤه ثابت، مروان عطية أداؤه ثابت، وده طبعا يرجع لعدة أسباب، لأنه بيلعب السهل الممتنع، ما بيألفش في الكرة زي حسين الشحات، ما بيألفش زي إمام عاشور، ما بيألفش زي محمد هاني اللي أنا شايفه بسم الله ما شاء الله. يعني الحقيقة ما يستحقش قيادة الجبهة اليمنى للنادي الأهلي. أنا شايف إن عمر كمال عبد الواحد أفضل من محمد هاني بكتير. خلينا نتكلم بس على مروان عطية. مروان عطية الحقيقة أثبت وجوده في منتخب مصر، حاجز مكانه الأساسي في منتخب مصر، حاجز مكان أساسي في النادي الأهلي. مروان عطية اللاعب الوحيد في النادي الأهلي اللي أداؤه ثابت، هو ورامي ربيعة. نيجي لمحمد هاني. الحقيقة محمد هاني يعني مش عارف، يعني هو بيحسسنا ان هو اعلى من كرة القدم، ومفيش حد اعلى من كرة القدم. محمد هاني يعني بيعمل تصرفات غريبة وبساط غريبة تخليك تجيلك يعني شجر وانت قاعد، حقيقة حاجات غريبة. ياسر ابراهيم اللي انا شايفه طبعا بعد الرجوع من الاصابة، ياسر ابراهيم الحقيقة يعني احنا مش حاسين بغياب محمد عبد المنعم خالص في وجود ياسر ابراهيم ورامع ربيعة. ولسه طبعا لما يوسف ايمن ياخد فرصة، ولسه لما اشرف داري ياخد فرصة، هيبقى حاجة رهيبة. يحيى عطية الله اللي دي تاني مباراة ليه مع النادي الاهلي، وصاحبها اسيست رهيب جدا لرامي ربيعة محرزا الهدف الاول للنادي الاهلي. لسه يحيى عطية الله ما استعادش فورمته، لسه ما تأقلمش على طريقة لعب فريق النادي الاهلي. طبعا اللعب في الوداد غير النادي الاهلي خالص، نادي الوداد بيلعب جيم هجومي بحت في كل المقاييس. يحيى عطية الله بيبقى واخد ادوار هجومية اكتر من الادوار الدفاعية، فبالنادي الاهلي لازم تكون فيه اتزان دفاعي واتزان هجومي، وده طبعا اللي مأخر يحيى عطية الله لسه ما ظهرش بالمستوى اللي معروف عنه. رامي ربيعة عريس اللقاء، اللي هو الحقيقة اللي كل ماتش بيجيب جون، يعني بيقول لأسامة أبو علي ما تقلقش انت ما تسجلش انا هسجل. يعني رامي ربيعة الحقيقة اللي كان يعني في يوم من الايام بيتسو موسيماني بيقول لرامي ربيعة انا مش عايزك، موسيماني اللي ضحى بسفيان رحيمة عشان يجيب موكيسوني. ما دي عقلية مدربين على فكرة، عقلية مدربين. موسيماني ما كانش عايز رامي ربيعة، تخيلوا. النهاردة رامي ربيعة اهم مدافع في مصر. ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، التتويج ببطولة الدوري واستلام درع البطولة، ألف مبروك الصعود لبطولة المجموعات، ونستعد بقى لمباراة السوبر الإفريقي أمام نادي الزمالك. قول لي من وجهة نظرك مين هو رجل المباراة النهاردة في مباراة الأهلي وغرمها يا الكيني. بشكرك إنك استكملت معايا الحلقة للنهاية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.